صباح الخير الناس الحلوة، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تبقى بخير وبصحة. فموضوع النهاردة اللي احنا عايزين نتكلم فيه هي ايه الحاجات اللي انت ما ينفعش تعملها هنا في امريكا، وايه الحاجات اللي لو هتعملها حتى لازم تخلي بالك منها. لان اكيد في حاجات كتير انت ما ينفعش تعملها، والاسباب كتير. يعني ممكن يكون السبب من الاسباب هو اختلاف الثقافات. الناس كلها هنا جاية زي ما قلنا من باك جراوندز مختلفة، فالصح بالنسبة لك ممكن يبقى غلط بالنسبة لحد تاني. ممكن حاجة انت تعملها وتفتكر ان هي عادية بس ما تكونش عادية. نقعد بقى كده علشان نبدأ نتكلم في الحاجات دي. اول حاجة انت لازم تخلي بالك منها، الدراسة. ففي ناس كتير بتقعد تقول لي ايه ده، انت ما درستش ليه؟ او انت ليه مثلا ما عدلتش الشهادة اللي انت جايبها من مصر علشان تحاول تشتغل بيها هنا في امريكا؟ في ناس كتير بتدرس وبتاخد الشهادة فعلا وبعد كده ما بتعرفش تعمل بيها حاجة. ناس صحابي كتير هنا مخلصين حاجات زي حقوق زي تجارة وفي الاخر برضو ما بيشتغلوش بالمؤهل اللي معاهم. هنا في امريكا من بعد الثانوية العامة تكلفتك الدراسية على حسابك، على نفقتك الخاصة. فدي كده اول غلطة الناس بتقع فيها. انت لما بتيجي هنا بيبقى عايز يدرس من اجل الدراسة، يعني هو عايز يدرس علشان بس يجيب شهادة. بس بتفضل تدفع الستودنت لونز. الدراسة هنا مكلفة، فانت بتفضل تدفع الستودنت لون دوت لفترة زمنية كبيرة. فلو انت مش بتحب الحاجة اللي انت عايز تدرسها دي وعايز تبقى متميز فيها ما تدرسش. تاني حاجة برضو هنا انا اتأثرت بيها، او حاجة برضو يعني ايه، يعني اكتشفت ان انا مع الوقت لازم اخلي بالي منها، وهي العنصرية. يعني مثلا لو انت عايز تنده على واحد اسمر مثلا، انت ممكن تقول مثلا ايه الراجل الاسود اللي هناك دوت، او الراجل الصيني اللي هناك دوت مثلا، او الراجل الهندي اللي هناك. هنا دي اسمها عنصريه، انت ما ينفعش تعمل كده. يعني هنفترض ان الراجل الاسود دوت مثلا او الافريقي دوت لابس طاقيه حمراء، اقول الراجل اللي لابس طاقيه حمراء هناك ده، يعني في اتنين انا شفتهم في موضوع العنصريه دولت ركبوا قطر 6 الا تلت ما شفتهمش بعد كده. كان الموضوع بسبب العنصريه. هنا العنصريه اللونيه اللي هي بتاعه اللون او البشره او كده، مفيش عنصريه دينيه قوي. انت لو عايز تصلي هنا في اي مكان في المطار بشوف ناس مسلمين حاطين سجاده الصلاه وبيصلوا ومحدش بيبص لهم، محدش بيقول لهم بتعملوا ايه. ثالث حاجه تعتبر ليها علاقه بالعادات والتقاليد. في ناس كتير فاكرين ان الامريكان منفتحين، ومثلا انت لو عرفت واحده معاك في الشغل ممكن تحضنها ممكن تبوسها. يعني لو انت ما تعرفش حد قوي حاول ما تقربش منه، يعني وانت بتكلمه تخلي بينك وبينه مسافه، عشان انا عارف ان احنا عندنا برضو الناس بتحب تقرب وتبوس. خلي بالك وبوس الرجاله ده انا بنبه منه، يعني ما تبوس الرجاله هنا، الرجاله ما بتبوس بعضها. حاجه كمان، مش لو انت عايز حد يساعدك وعرض عليك المساعده بيبقى فعلا هو عايز يساعدك، ما تقولوش لا ومستني منه ان هو يقول لك ايه ده بجد، طب مش عايزنا اساعدك فعلا. هو هنا لا، يعني لا مش هيقول لك تاني لا خلي عندك ومش خلي عندك وانا ممكن اساعدك وكده. لا هو عندهم لا هي لا، يعني وانت لو قلت له لا خلاص هو مش هيرد عليك تاني. المهم عشان انا ببدا الساعه 7 انا مش عايز اتاخر عن كده، هخش عشان ابدا، ولما اخلص شغل هنحاول نكمل بقيه الفيديو. خلاص داخلين على البيت، جه في دماغي كده كام حاجه ليهم علاقه برضو بالشغل، في الحاجات اللي انت لازم او ما تعملهاش، ما انصحش ان انت تعملها. لان انا عارف برضو ان في ناس كتير يعني ايه بتفلت من لسانها، تلاقيك بتقول ايه مثلا مدام سناء الجامده، مدام هناء الفورتيكا، الكلام ده كله هنا بلاشه، ما انصحكش تعمل كده عشان الموضوع ده ممكن يجيب لك مشاكل هنا. برضو هنا الناس ما بتفهمش المدح اللي هو ايه مثلا انت حلوه النهارده او انت شكلك جميل. يعني الناس بتاخد الكلام ده كانه معاكسه، ان انت لو عاجبك حد حاول تمدح حاجه فيه. يعني بمعنى مثلا والله عجبني تسريحه شعرك النهارده، لبسك عجبني، بس ما تقولش لواحده ولا انت حلوه ولا انت جامده ولا الكلام ده. الكلام ده بلاشه، يعني هنا ممكن يسبب لك مشاكل او يندرج تحت مسمى التحرش. طب انا لسه واصل البيت اهو. احنا بقالنا فتره عمالين نتكلم على الحاجات اللي ليها علاقه بالتعاملات مع البشر. يعني حاجه كمان برضو عايز اتكلم فيها هنا ليها علاقه بالقوانين. هاي بابا، هاتي ميلا، هاتي ميلا، ادي لبابا حبه هاند سانيتايزر، شطوره، هاتي بوسه ميلا، طفلة متربية على النظافة. عايزين بقى نتكلم حاجة ليها علاقة بالقوانين شوية. انت هنا لو سايق في امريكا بسرعة مثلا، او لو كسرت اشارة، او بتلاقي فيه الساينز اللي هي العلامات بتاعت الستوب، فانت لازم توقف وقفة كاملة، ما ينفعش بس تهدي وتبص يمين وشمال، اللي هي القوانين اللي ليها علاقة بالمرور. لو انت ما التزمتش بالقوانين دي هنا بيوقفوك، يعني بتلاقي البوليس مثلا شاور لك ان انت تركن على جنب، وانت لازم اكيد تركن على جنب. اول لما تركن على جنب لازم تمسك الدريكسيون بايدك الاثنين كده
تفضلش تحط ايدك في جيبك مثلا ولا تتلفت ولا يمين ولا شمال، ما تنزلش من عربيتك يقول لك مثلا وريني الرخصه، هتوريله الرخصه بتاعتك وبس. علشان انا عارف ان في بلاد كتير في اوروبا بيبعتوا لك مثلا لو انت عملت مخالفه غرامه مثلا على البيت، او حتى في دبي برضو ممكن يبعتوا لك الغرامه او يخصموها من حسابك المجاني او كده. هنا لا، البوليس هيوقفك. دي كده كانت حاجه بس حبيت اوريها لكم واحنا في العربيه. الحاجات التانية بقى ممكن اوريها لكم في الشارع هنا، او اول ما نطلع الطريق هخش عشان اغير عشان نروح الجيم وناخد مينا نمشيها شويه واوريكم الحاجات التانية او النقط التانية اللي لازم تخلي بالك منها. طيب استكمالا لموضوع الحاجات ما ينفعش تعملها هنا في امريكا، وهي ان انت تركن عربيتك في اي مكان في الخط الاحمر ده. يعني اي مكان في الخط الاحمر ده انت ما ينفعش تركن عنده. بص هتلاقي حتى اليافطة مكتوب عليها ايه، فانت لو فاكر ان انت مثلا هتسيب عربيتك هنا وان الضابط او مثلا الشرطة هتعدي ومش هيحطولك تيكت، تبقى انت غلطان يعني، خلي بالك. ولو انت هتركن عربيتك في المكان اللي مفهوش خط احمر طبعا في مواعيد. يعني بص من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 11:30 ما عدا الهوليديز، يعني انت في الهوليديز ممكن تعمل اللي انت عايزه. وفي حاجة برضه انا عايز اتكلم فيها هنا، ما ينفعش مثلا تقول والله ده فلان ده ملتشي، او فلان دوت مثلا حرامي، او فلان ده نصاب. يعني ما ينفعش ترمي الناس بتهم مزيفة او حاجة انت ما عندكش عليها دليل مادي، يعني دي تعتبر هنا زي جناية. يعني ممكن لو مثلا الشخص دوت سجل لك هياخد الفيديو المسجل ده يروح بيه المحكمة ويعمل فيك قضية، وممكن يخليك تدفع غرامة. الغرامة دي بقى زي مثلا ممكن حسب انت وضعك المادي، لو انت شخص غني قوي ممكن ياخد منك $1,000,000، لو انت شخص ها ممكن مثلا ياخد منك $15,000 $20,000. لو معكش فلوس هتدفع، هتفضل تقسطهم له طول حياتك. فنقي الكلام اللي انت بتقوله للناس هنا. طيب يلا بينا كده نكمل مشي علشان نشوف الدنيا اللي هناك دي فيها ايه. لو شايفين كده هنا في خطين، الخط دوت للناس اللي راكبه عجل، يعني انت وانت ماشي بالعربيه في الطريق اللي في النص ده ما ينفعش تيجي هنا غير وانت بتحود يمين بس. خليني بس كده اروح مكان بحيث ان اللوجو اللي هو فيه العجل دوت يبان هنا اهو. بص هو ده اللوجو اللي انا بتكلم عليه. يعني اوعى تسوق بالعربيه بتاعتك في المكان ده. حاجه كمان، يعني الموضوع ده اكيد بس مش في امريكا، حتى شفت لما كنت في دبي الموضوع ده لسه برضو موجود. يعني ان انت لازم وانت بتعدي السكه تدوس على الزرار ده كده. ليه بقى؟ في سبب. هنا في بارك ففي اطفال كتير بتعدي. خلينا كده نبص يمين وشمال، مفيش حد، بس العربيات كلها وقفت اهي بحيث ان احنا نعدي. طبعا انت لو ما وقفتش بالعربيه هنا مثلا ونقول ان في ضابط شافك او اوفيسر شافك، تدفع غرامه كبيره. الغرامه دي ممكن تكون مثلا من $250 ل$500. اي حاجه كمان لازم ما تعملهاش هنا او ما ينفعش تعملها في امريكا، يعني مثلا دلوقتي في بارك ورانا اهي، تمام، البارك دي فيها اطفال، فانت ما ينفعش تخش بالكاميرا وتصور هنا. اهالي الاطفال بيتضايقوا، ما بيحبوش حد يصور ولادهم. مفيش برضه فكره الاجتماعيه اللي عندنا ان انت مثلا تروح على دماغ واحد وتعمل له كده في شعره وتقول له ازيك يا حبيبي عامل ايه وازاي ماما وازاي بابا والكلام ده. هما هنا الامريكان اجتماعيين يمكن شويه، بس ما بيحبوش موضوع اللمس ده. يعني انت ما تلمسش ولادهم وما تصورش ولادهم. علشان انا فاكر برضو حد قبل كده قال لي لو تعرف تعمل فلوج من المدارس او كده. الاطفال هنا خط احمر. النهارده اليوم مشغول، انا جاهز اهوت ولابس عشان اروح الجيم. في حاجه تانية برضو هنعملها النهارده، حماتي هتطلع على المعاش. الميزه في امريكا هنا ان انت يعني سن المعاش ده مفتوح، انت ممكن تختاره براحتك. يعني انت مش لازم مثلا يكون عندك 60 سنه عشان تطلع المعاش، انت ممكن تطلع المعاش وانت عندك 70 سنه 80 سنه
في أي وقت تحس إن أنت خلاص مش قادر تشتغل، يعني هما مش محكومين بسن 60. ف هنخلص الحاجتين دولت، جيم، نروح مع حماتي علشان نحتفل. مش عارف ألحق أصور تاني النهاردة ولا لأ، بس لسه الفيديو مخلصش. طب احنا وصلنا المكان اهو، هو زي مطعم اكل صيني، بس الاكل هنا ايه بقى؟ هو ميزه الاكل في امريكا كده عشان بتلاقي في ناس كتير تخينه وبتاع، لان هم ميزتهم الكرم. بص الاكل قد ايه، يقولا يقولا. المهم حاجه كمان، هنا في امريكا ما تسلفش الامريكان فلوس. ممكن احكي لكم عن موقفين حصلوا هنا في الشغل. اول موقف، انا كنت اول لما جيت ما كنتش لسه بسوق، يعني ما كانش عندي عربيه، فكنت كل يوم باخد يعني القطر، او هنا بيسموه البورت. ففي يوم مروح كده لقيت واحد صاحبي انا اعرفه، يعني ما اعرفوش معرفه قويه يعني، بس بشوفه، فلقيته بيقول لي ايه، ممكن تدفع لي، انا معيش كاش ومش عارفه ايه، والكارت بتاعي مش شغال، فممكن يعني تشتري لي تذكره المره دي وهديك الفلوس بكره. فانا قلت له يعني ايه بقى، عارف انت كرم المصريين دوت، ماشي خلاص مفيش مشكله. هي مشكله اكيد طبعا، المشكله مش في الفلوس، بس انا يعني اللي عملته ان انا فعلا اشتريت له التذكره. هو زي ما قال لي انا هرجع لك الفلوس بكره، يجي بكره ما يرجعليش الفلوس بعد. انا مش مستني منه فلوس، بس انا يعني ايه، لو بحاول افهم الناس يعني ماشيه ازاي. انا قلت ممكن يكون ده موقف حصل وعابر. موقف تاني برضو حصل لي، كنت ماشي ولقيت واحد من اللي انا شغال معاهم قال لي hey bro I'm running out of money، ما يعني معيش فلوس. فانا قلت له طيب ايه يعني، عايز نعمل لك ايه؟ قال لي ممكن تديني 20 دولار واديهم لك بكره. فانا برضو فاهم اللي هو ايه، قلت خلاص ما فيش مشكله، انا كده كده الراجل ده بشوفه كل يوم، اما اديله 20 دولار. اديت له 20 دولار، وكل ما بشوفه تاني يوم تالت يوم رابع يوم ما بيدينيش الفلوس. انا طبعا مش مستني منه فلوس يعني، او انا مساعده ويعني انا يعني ما اعرفوش بنسبه كبيره، بس برضو ما بيدوش الفلوس يعني. هو يقول لك هات فلوس وهرديها لك، وما بيديها لكش، حملجيه يعني، هم فيهم سنه الحملجه دي. المهم قبل ما الاكل يبرد هناكل. ميلا بدات تاكل اهي. ميلا، ميلا هاتي هاتي تاكلي بابا. ها ها هي، بصي ميلا اتعلمت من الامريكان ما بتدينيش اكل اهي. طيب حاجه كمان اللي لازم تاخد بالك منها هنا، ان الامريكان عندهم ثقافه التيبس. فانت كل ما تروح مكان هتلاقيه بيكتب لك تكلفه الاكل مثلا هنا، والتيبس جايد، يعني انت مثلا عايز تدفع كام في الميه تيبس. يعني مثلا هنا في الحاله دي مثلا بيسالني انت عايز تدفع كام في الميه، 18% ولا 20% ولا 22%. فانا قلت احنا خلاص مثلا نقفلهم 50 بدل ما الحساب 43. انا اول لما جيت هنا امريكا واشتغلت، الشغل اللي انا اشتغلته يعني كان شغل بسيط، فانا بما اني يعني عمري ما اشتغلت شغل بيدي تيبس، فلما كنت حد يعرض عليا تيبس ويديني مثلا فلوس في ايدي كده، كنت اقول له لا معلش مش عايز اخد. لحد ما واحد امريكي صاحبي شافني بعمل كده قال لي انت ما بتاخدش منهم الفلوس ليه؟ يعني هنا الناس عندها في ثقافتها ان انت تاخد منها فلوس، لو ما خدتش منهم الفلوس التيبس دي هيزعلوا، يعني هو اكنه بيقول لك انت كده يعني عملت اللي عليك وبيشكرك. فبس ثقافه التيبس هنا موجوده في اي حاجه، او لو حد عرض عليك لو انت شغال شغلانه مثلا 5 دولار او 10 دولار خدها. الشغل اللي انا شغاله دلوقتي ما فيهوش موضوع التيبس ده، ما ينفعش حتى لو حد عرض عليك تاخد منه. فانت حسب الشغلانه اللي انت شغالها، لو بيعرضوا عليك تيبس وانت وضع الشغل بتاعك او هم في الشغل عندهم مسموح ان انت تاخد، خد فلوس يعني، ما فيهاش اي حاجه، الموضوع ما فيهوش كسوف. لسه مروح البيت اهو، اليوم كان طويل والفيديو شكله هيبقى طويل. حاجه وحيده بس او اخيره عايز ازودها في الفيديو قبل ما نقفله او ننهيه، الامريكان عندهم خصال حلوه قوي، والخصال دي اللي احنا كلنا متربيين عليها. لو حد خبط بس في كتفك او حد عدى من قدامك هيقول لك انا اسف، او هيقول لك معذره اللي هي اكسكيوز مي. لو حد عايز منك حاجه هيقول لك بليز. يعني لسه عندهم المبادئ اللي هي الحاجات اللي احنا بنربي اولادنا عليها. المهم ففي حاجتين هنا في امريكا بيفرقوا بينهم، الاخلاق والسلوك. الاخلاق هي كل القيم والمبادئ والحاجات الحلوه اللي اهلنا بيربونا عليها،
السلوك هو اللي انت بتختاره بقى من الاخلاق اللي انت اتعلمتها دي وتنفذه. هي الدولة هنا بتحاول تقيم سلوك الناس، اي حاجة غلط بيحاولوا يمنعوها. الموضوع اكيد مش بيقضي على كل حاجة وحشة، في ناس بتشرب مخدرات، في ناس بتسكر، بس اكيد مش هو ده الوضع العام. عمرك ما هتروح الشغل وهتلاقي واحد مثلا جنبك سكران. المهم وانت بتكلم الامريكان حاول تخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله، لو بتكلم مديرك في الشغل حاول تحترمه، لو بتكلم الدكتور بتاعك مثلا مش هينفع تقول له ايه يا برو، يعني حاول تنقي الكلام اللي انت بتقوله له، وهم برضو هيتعاملوا معاك بنفس الطريقه بنفس الاحترام، هيردوا لك الاحترام دوت بشكل او بالتاني. دي نهايه الفيديو النهارده، يا رب ما نكونش طولنا عليكم. لو حد حابب ان احنا نتكلم في حاجه يعني يا ريت تشاركونا في الكومنتات. شكرا ان انتوا اتفرجتوا او وصلتوا للحظه دي في الفيديو. يلا اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم. فانت لازم تنقي مين اللي بتلعب بره. فانت لازم خلي بالك يا ميل.